البرلمان المصري في 15.7% منه سيدات وبنات شابات مصريات. احنا 90 نائبة تحت القبة. البرلمان المصري بيمثل أصحاب الهمم وذوي الإعاقة. البرلمان المصري في تمثيل والواحد بيحس بفخر جدا وهو شايف التمثيل السيناوي بالزي السيناوي الأصيل جوه البرلمان. بتشوفي الزي القبلي البدوي من مطروح، بتشوفي الزي الفلاحي بكل فخر، بكل أبهة بتاعته، بكل تاريخه، بكل عراقته تحت القبة، وكل الأشكال المختلفة للزي المصري الأصيل بأشكاله والمناطق المختلفة اللي هو جاي منها. الواحد بيحس إن هو في دولة ليها تاريخ وليها عراقة وليها أصل. بتشوفي ساعات زمايلي من العمد من الصعايدة باللبس اللي هو الحديث، وبتشوفي في مواقف معينة وفي احتفاليات معينة بتشوفي اللبس الصعيدي بكل معناه وكل ما يحتويه من قوة وثقافة وأصل، وده كله مصادر للفخر تحت القبة الصراحة.